ايه اول حاجة بتيجي في بالك لما بتسمعي كلمة ماما؟ يعني ربنا يرزق كل حد وعنده بنوتة تبقى ناعمة زي كده. النهاردة اول مرة في حياتي اقعد قدام كاميرا وانا مش خايفة. اول مرة شفتيني على الشاشة كنت حاسة بايه؟ كنت حاسة بقى الدنيا كلها مش سايعاني، كنت مبسوطة قوي. طبعا امتى بتحسي انك فخورة بيا؟ بحس اني فخوره بيكي لما بقابلك بصحابي. قولي لي انت بقى بتعرفي ازاي انا زعلانه ولا مبسوطه؟ يا لازم اعرف يا بنتي. بتعرفي ازاي؟ بعرف من وشك طبعا ومن عينيكي ان ام يا بنتي، لازم احس بيكي. امتى عيطتي من الفرحه بسببي؟ لما قمتي بالسلامه، لما جات لك ازمه صحيه كبيره وقمتي بالسلامه وخرجتي من المستشفى. يا حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. ايه اول حاجه بتيجي في بالك لما بتسمعي كلمه ماما؟ يا يعني ببقى مبسوطة طبعا. مامو بتاعتك دي عسل. أنا بقولك مامو. أيوة دي عسل، دي عندي عسل. وأول ما أسمع مفتاح الباب وانت راجع من عملك وأقول بادو، تقولي أيوة يا مامو تبقي عسل، ببقى فرحانة قوي طبعا انك جيتي بالسلام. طيب شوفي بقى السؤال بتاعك. إيه الموقف اللي أنا وجعتك فيه وضايقتك مني جامد؟ لا انا بنسى اي حاجه تزعلني، عمري ما ازعل منك ابدا ابدا. الله يكرمك. عمري ما ازعل منك. الله يكرمك. ده سؤال بصي ومؤثر شويه يعني، بس انا نقوله. قولي اللي في قلبك. هتعملي ايه لو صحيتي من النوم ما لقيتنيش موجوده في حياتك؟ لا يا بيتو، لا لا لا، سؤال وحش. لا بصراحه لا يا ماما. لا 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 خلاص بلاش. لا بلاش. لا بصراحه ده صعب قوي، وان شاء الله يعني ما يجعله ربنا يورهولي ابدا. لا اصعب حاجه ربنا يوري حد حاجه زي دي. لا طيب لا بصراحه خلاص صعب. خلاص خلاص شوفي السؤال اللي بعده. هتعملي ايه لو صحيتي نفس السؤال؟ نفس السؤال. لا ده سؤال وحش قوي، مش عايزين نشوفه. مش هقول. لا خلاص مش هنطقه. انا تحبي تشيلي مني ايه من عيوبي وايه الحاجات اللي عايزاها تكون عندي؟ لا انا بصراحه لو قلت ان انت مالكيش عيوب هيقولوا انا بقى حامي عشان بنتي. لا انت يعني ربنا يرزق كل حد وعنده بنوته تبقى ناعمه زي كده. تحبي ايه في شخصيتي؟ الحنان، حنيه الدنيا فيكي، حنينه معانا ومع كل الناس مش بس احنا. بحب حنانك قوي. الله يخليك يا بنت. طيب انا بقى هقول لك ايه اللي بتلاقيه في اصحابك زي قالونا مثلا صاحبتك الانتيم مش بتلاقيه فيا؟ انت يعني انا احب اللي بيسامح، احب اللي بيسامح. وقالونا فيها تسامح قوي كبير بصراحه، يعني هي صديقتي صحيح بس فيها تسامح كبير قوي. طيب قولي لي انت بقى الدور عليكي. احكي لي موقف، احكي لي موقف خفتي عليه فيه وحسيتي اني بروح منك. بصي لما عيتي برضو دخلتي المستشفى، ده كان موقف اصعب موقف شفته في حياتي، كنت خايفه عليكي قوي بس الحمد لله انه عدى على خير وما بحبش افتكره حتى. الحمد لله يا رب ما يرجع تاني يا رب. موقف انا ضايقتك فيه جامد وزعلتك فيه، ولو انا زعلتك انا اسفه. لا بصراحه لا يعني انا ما هقول كده يعني انت لا مع في البيت المساعده اللي في البيت بتبقي حنونه وكل حاجه فيك حنونه ورحيمه، وبحترم فيك حته الحنان دي للفقراء. طب الحمد لله. غلبتك اكتر وانا صغيره ولا وانا كبيره؟ دوختك امتى؟ لا بصراحه يعني والله لا وانت صغيره ولا وانت كبيره، طول عمرك وديعه يا بنتي والله وهاديه. كنت وانا صغيره كنت متخيله ان انا لما اكبر هبقى عامله ازاي؟ مش هتعرفي تعملي حاجه. ما كنتش متخيله انك تبقي يعني انا ببقى مبسوطه بيكي لما بتعملي التليفون مع حد في العمل او كده، ببقى فرحانه مش مصدقه ان انت ايمان. طبعا. طب قولي لي الدور عليك. تعرفي ازاي اني زعلانه ولا مبسوطه؟ بعرفك وانتي زعلانه لما بتقعدي ما بتتكلميش وتفضلي باصه في المصحف، لما بتبقي مبسوطه بتبقي قاعده منتبهه للتلفزيون ومركزه مع البرامج واللي بيتقال فيها. صح. ايه الكلمه اللي بتحبي تسمعيها مني وليه؟ وانا ماشيه يا ماما، انا راح نازله يا ماما هقول لك ربنا معاكي، ربنا يحفظك،
كده بحب اسمع حاجة قوي. بتخافي عليا لما كنت صغيره اكتر ولا بتخافي عليا دلوقتي اكتر؟ لا طبعا بخاف عليكي وانت صغيره وانت كبيره طبعا، ربنا يحفظك انت واللي زيك يا بنتي. ايه الدعوه اللي تحبي ادعيها لك دايما؟ ان انت ربنا يخليكي ليا. ايه اكتر نصيحه قلتها لك وبتفتكري دايما فيها وما بتفرقهاش معاكي؟ دايما بحب المثل بتاعك بتاع اللؤم تمنع النؤم. اللؤم تمنع النؤم يعني ايه؟ استني نفهم اللي مش فاهم. اللؤم دي جايه من لقمه. برافو عليك. الناس هتحبك ومش هتبص لك. تدي تدي تدي، ولو وممكن يعني اقول لك اعطى ممسكا خلفا واعطى ممسكا تلفا. فانت لما تدي بيبقى حلو حلو، تطعمي طعام حلو يا بنتي، فربنا بيكرم ويبارك وكده. احب انا كده. ايه اكتر كلمه انا بقولها لك في البيت ما بتعجبكيش؟ وضبي اوضتك. وضبي اوضتك دي على طول طبعا. طب الحمد لله لك انت عارفاها يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هشوف هعرف مامتي ولا لا. اسم ماما بالكامل فريال احمد مصطفى المبلغ. فريال احمد مصطفى المبلغ. يوم وشهر ميلادها وبرجها ايه؟ برجها السرطان. يوم وشهر ميلادها. انا حقيقي حقيقي مش بفتكر عيد ميلاد حد. ده احراج جامد قوي. 25/6/42 بس ما تحسدنيش. لونها المفضل. هي دايما بتلبس اسود وجراي، بس لما بتشوفني على الهواء لابسه ازرق بتفرح قوي. الرمادي الازرق احب الالوان دي يعني. اكتر اكله بتحبها؟ السمك بكل انواعه، دي متأكدة منها. والله أكتر أكلة بحبها الملوخية. اسم الدلع اللي بتحبه. كل واحد فينا بيدلعها دلع شكل يعني. هي ماما فريال فريولا، والأحفاد الصغيرين بيقولوا حاجة أمي. بتهيألي بتحب حاجة أمي. نانا. مين أقرب صاحبة ليها؟ أختي الكبيرة. صاحبتي إيلين اللونة. أكتر رقم بتكلمه في اليوم؟ أختي الكبيرة منال بنتي. بتعمل إيه في أوقات فراغها؟ هوايتها بتقرا قران وبتعمل تريكو وبتحب تخيط لما بتكون قادره. القرايه بتغنيني عن حاجات كتير قوي، بحب القرايه. ماما كانت بتعاقبك ازاي وانت صغيره لو حبت؟ وتعاقبك دلوقتي تعمل ايه؟ وانا صغيره مامتي كانت بتزعق او تخاصمني شويه. العقاب ده موجود لغايه دلوقتي. لو عاقبتني ما تكلمنيش، بس ما بتقدرش تطول في الخصام. اقعد كام ساعه ما ردش، دي بتبقى يعني عقاب حلو قوي كبير قوي لاي بنت. فالبنت بتحس بكل حاجه هي عملتها بترجع. لو جالها مليون جنيه حالا تفكر اول حاجه تعملها ايه؟ هتوزع على الناس اللي محتاجه وهتصرفهم فورا. هفرقها عليكم. والله هفرق عليكم. انا يعني ما الفلوس ما لهاش غلاوه عندي. ماما عندها فيسبوك؟ عندها فيسبوك باسم ماما فريال، وكل اصحابي عندها، وهي كمان عندها صحاب مش عندي اتعرفت عليهم هي لوحدها. كل اللي على الفيسبوك ولادي كلهم بعلق عليهم. اخر جمله بتقولها لك قبل ما تنزل من البيت، انا لازم اقول لها وانا نازله من البيت انا نازله، وهي تقولي ربنا وياكي. ربنا معاكي، ربنا يحافظ عليكي على طول. ماما فريال انا كتبت لك جواب عايزه اقراه لك دلوقتي. اتفقنا؟ طب يا حبيبتي. اول حاجه فكرت فيها وانا بكتب لك اقول لك اولا بحبك اكتر من اي حاجه في حياتي، اكتر من كل حاجه في عمري، اكتر حد في الدنيا بعشقه. كنت عايزه اقول لك كمان ان انت وحشتيني وحشني حضنك، عشان انا من ساعه الكورونا ما بدات وانا بخاف اجي جنبك، بخاف ابوسك او اخاف احضنك. فنفسي كورونا تخلص عشان احضنك. دايما لما بنسجل حاجه او بنطلع نقول حاجه على الهوا، اول ما بيبدا المخرج يقول ستاند باي ويعد ان احنا خلاص طالعين الهوا، غصب عني بيبقى جوايا خوف رهبه يعني مسؤوليه الهوا. النهارده اول مره في حياتي اقعد قدام كاميرا وانا مش خايفه عشان انت جنبي. ربنا يحفظك يا حبيبتي. حبيبتي يا رب يخليكي لي. الله يخليكي. انا مبسوطه ان انت معايا النهارده. الله يحفظك. الله يحفظك يا بنتي ويحبب فيكي خلقه يا رب على طول. طب اقري جوابي انا بقى. صغيرتي الحبيبه، لن انسى يوم ما قدمت لك في المدرسه وانت رفضت يا حبيبتي تنطقي ولو اسمك حتى، ولو اي لون من الالوان اللي كانوا موليها لك ترصيها جنب بعض. ولما روحت البيت
قلتي لي لحسن تسيبيني هناك، خفتي تسيبيني هناك. فهل معقول حد بيسيب روحه يا حبيبتي؟ والله يحفظك ويحفظ أصحابك كلهم اللي بيحبوك، كلهم ولادي، ربنا يحافظ عليكم كلكم ويخليكم يا رب. أمين أمين يا رب. أمين أمين أمين.